الصناعة التقليدية شريك في التنمية المستدامة هو الشعار الذي اختير للطبعة العشرين للصالون الدولي للصناعة التقليدية التي يحتضنها قصر المعارض بالجزائر العاصمة، والتي تميزت بمشاركة قياسية لأزيد من 500 مشارك من داخل الوطن وخارجه. فرصة لا تعوض، كانت فرصة من ذهب انه احنا مع شعبنا ومع حكومتنا بالجزائر، حكومتنا الثانية وشعبنا الثاني. اثنين، فتحت لنا افاق نتعرف على ناس ما عمرنا كنا فكرنا نشوفهم او نتعرف عليهم. يعني قاعدين بنشوف الصناعات الجزائر والحرف في الجزائر واللي بغير الجزائر. يعني لو احنا ما جينا شاركنا وما كان لنا شرف انه الجزائر تستدعينا، ما كان عرفنا هاي ولا عملنا ترابط ولا علاقات مع الجمعيات الثانية والناس الثانيين. انا انبهرت في خصوصا في مجال الخزف، يعني كان مستوى عالي جدا، يعني ما كنتش متوقع ان اشوف الاعمال هذه. بس يعني هذا بدل انه في ناس بتتعب، في ناس نضاليين وفي ناس بتعبوا حتى يصلوا للمجهود هذا، يعني هذا مستوى عالي جدا ما شاء الله. مبادرة من شأنها تحسيس الحرفيين بضرورة تحسين جودة المنتوج الحرفي للارتقاء بها الى مستوى التنافسية خاصة في الاسواق الدولية. العمل التقليدي نوجهوا اكثر للعائله، نشجعوا المراه في دارها اطرافير دي ميكرو كريدي ولا امور اخرى تاع لونساج اللي كاين. لازم نمشيو في هذا الاتجاه، لازم لومبلوا في ميناء نحللوا المشكل تاعو اطرافير العمل داخل الدار الارتيزانا. الدوله راه تساعد دافيك لي ميكرو كريدي وزياده على لونساج ولا كناك. لازم درك الارتيزانا يكون ان برودوي ديكسبورتاسيون اللي ناكد عليه بقوه، ما نقعدوش غير حنا نجيبو برك. في صوره نشوف فيها لاكاليتي تحسنت، لازم نقدموا شويه. درنا تعليمه وطنيه الى كل المستثمرين، يعني الجدد او حتى يعني الفنادق او الفضاء السياحيه، باش يستغلوا المنتوجات تاع الصناعه التقليديه. بل بالعكس دخلناها حتى في التصنيف، يعني اللي يستعمل منتوجات الصناعه التقليديه الجزائريه زيدوا نرفعوا له في مستوى التصنيف. الصالون على امتداد أسبوع سيكون فضاء هاما لتعريف وتسويق المنتوج الحرفي الجزائري في الخارج، ومناسبة للتبادل واكتساب الخبرة بين الحرفيين، وكذا فرصة لعرض عدة مشاريع جديدة في الصناعات التقليدية.